هتلف ده حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حير أفكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسحوا حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة الإبداع منانا في شهر رمضان وانا حتى الإبداع حبابة ألف مرحبتين حبابة. مشاهدي الأكارم تحية طيبة كامل الترحاب، ونحن نجدد العهد ونعود لنواصل مشوار الإبداع الذي بدأناه بكل الحب متكئين على ظل ذات الدوحة، دوحة الإبداع. نحن وأنتم في حضرة الإبداع والجمال بمختلف ضروبه، فنًا ولحنًا، شعرًا ومعنى، ريشة ولوحة، طرفة وضحكة، والكثير الكثير من الإبداعات نقولها لكم عبر دوحتنا الوريفة. سعيد جدا لكم في حضرة الإبداع، ملوك الإبداع مع المخضرم الكوميدي الطيب والعوض المرة الثانية حبابك، والله انت منور دوحتنا الوريفه. ايوه جيت والله زي بتكبرني مرات كيف تبدا بي دايم، يعني انا ماسك انا صاير ماشي وطاقه واللي عندنا بالحجاج دي. والله لك التحيه يا اخي، الله لك التحيه يا ماجد يا اخي، وموفق دائما وانا رضيان وعافي عليك، موفق يا ولد. الله يديك العافيه، الله يديك الصحه والعافيه. نرحب ايضا بالفنان الغامه محمد ابو حجاج، سعيد لك جدا والله في دوحتنا الوريفه. شبابك هنا والله سعيد يا اخي، ان شاء الله نكون خفيفين الظل على المشاهد الكريم، وان شاء الله تكون في اضافه يعني حقيقيه لدوحه الابداع، يعني تكون اضافه لي. الله يديك العافيه يا اخي، نورت والله. نرحب ايضا بالشاعر اسامه عثمان البلال، حبابك الله اسامه، منورنا جديد. مرحبا بك اخوي مايد احمد قاسم، مرحبا بالساده المشاهدين، ورمضان كريم وطوطه على خير. لك التحيه والله. نرحب ايضا بالشاعر صديق الجابرابي ودجلنا، حبابك الله يا اخي. حبابك والله، سعيدين ان نطل للمره الثانيه على برنامج دوحه الابداع، ان شاء الله نقدم حاجه تليق بمقاماتكم وطرد المستمع ان شاء الله. الله يديك العافيه، الله يبارك. نحن المره دي حنعكسها، دوام بنسمع اغاني اول، نحن جابر يدينا يدينا نص كده يفتح لنا بيقول يا سلام يا اخي، رايك شنو جابر يدينا نص من النصوص الجميله دي؟ ابشر ما في مشكله. الدنيا مي دار للبغاء، الدنيا فانيه ودار زوال، الدنيا مي بيت وهدم، الدنيا بتغرب الجمال، الدنيا كلها زي سراب، الدنيا اخرتها كم سؤال، الدنيا بتكب يا خلق مرات تعاكس بالشمال، اصبر عشان اجرك يزيد في الجنة، تلقالك مجال اصل الصبر باب للفرج، باب الفرج داير عمل داير ثبات داير يقين داير له كم ذرات امل في الدنيا، اصبر يا بشر ويتفاءل الخير محتمل، ما اصل قول الناس كتير خلهم كلاب ويتك الجمل خليك ماش ما تتلفت، والدنيا داير درب عديل دربا يمرقك برأمان، لا فيه راحة ولا مقيل شان انت ترتاح في الأخير، ويعود لك الزمن القبيل، وقتين كنت مكسور جناح في الدنيا كنت حاير زليل، بس انت ما مليت نهاي كافحت للشي المستحيل، وكسبت في آخر المطاف جاصفت بالصبر الجميل، صارعت ليه دار الخداع وطردت شيطانا دخيل، والمولى جازاك بالجنان مولانا وهاب وهاب يا زميل، الدنيا للخلق امتحان فيه الرسوب فيه النجاح، البرس بيصل نهاية نار أما النجح صار في ارتياح، الدنيا مي راحات وكل في الدنيا لابد الكفاح، كافي عشان الموت بيجيك في لحظة عملك تلقى راح، لا بتلقى أمك لا أبوك لا أخوك تلقاه في حداق، ما بتلقى في اللحدي رفيق لا حتى لا بتلقى في اللحدي رفيق لا بني عاشقة حتجيك يا أخ، حتى ما بتلقاه جناك حتلقى عملك هو الوحيد بعد الممات واقف معاك، يا رب سأل إنك رضاك يسر عسرنا وكل أمر، يا ربي بيض للفؤاد ده فؤادنا محقود كالجمر، نقضي الحوائج للجميع لكل كسر نصبح جبر، يا رب نشوف الناس سوا ولا نفرز البيض لا الحمر، والدنيا ما تغر للنفس لا فيها يستعصى الأمر، سهل لنا القاسيات كمان واسقينا من كاسات، صبر في الدنيا نتعب في الشباب شان نلقى راحات في الكبر، في الدنيا نتعب في الشباب شان نلقى راحات في الكبر. يا اخي والله 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 دي وصيه يعني الكلام السيد بجوني لك التحيه والله جبرابي من الراس يا اخي والله راس كالراس ما شاء الله ربنا يحفظه ازد راسهم الان يا اخي يعطيك العافيه اي والله تسلم والله يا صديقي بارك الله فيك ان شاء الله اسامه عثمان البلال يا اخي ما اخش لك بالنصايح انا حكمه طيب انصحنا الف الحار اني ما اظنه جاب التار والصحب اللي بخونك انسى ذول الغدار هل ما بصلي يوم الناس تجيب بحتار مصيره وعمله ما بودنه غير النار فيك يا دنيا ما بطلب لي شي فوق قيمتي وما بدنا لي مخلوق
وقال لي قيمتي ابشر والله ترى العرض وكرم الضيف دي اصلا شيمتي وما سبيت بشر بيشين وقويه عظيمتي ابشر والله خليك ذو الصميم ما تبقى ذو القرقار واحفظ ديم حق الوالدين والجار يا سلام اوعاك من تسف في الفم تخط دقار وخليك اسد يا جابر في قلبك حار ابشر قال البمشي دغري بناه ما بيتهدم ايوه والله والقايل الرجال هي قوه ما بتقدم العز والكرم ما بس هو مال ويتردم اخوتك ان بقت في الله ما بتتندم اي أيوة والله ابشر فيك يا دنيا من اولاد مكوخ خاوينا وكم لاقينا ضعف وكم دروب لفينا درب العفه والجود فيه نحن مشينا وكان من خاوي عشان مال الله لا يغنينا ابشر والله كمان صادفت ناسا قوتهم بين بين وصادفت البجيكه وبنكرك بعدين انا تألمت من موقف صعب يا زين خيرك بنساء وبذكر بوراك في الشين الخان نعمه من المولى سند بقالك واللخو فزعه يوم بتضيق عليك احوالك بر والديك وحسن فيها كل اعمالك واصل الجار ومدله وقليل من مالك يا سلام طريق السنه واضح حصله ما هو طشاش والذول السفيه في الجوز بيكون عشاش رفيق الحر عند الزنقه مو هشاش معاك في العركه بالقرنوت والرشاش ابشر بخير والله ابشر والله ابشر بخير أبشر والله ابشر والله بالعوض والله وصيه ذا وصانا وصانا كلنا والله وصانا ونحن جايين لك لسكتش على الوفيات جايين للحكمه سكتش عن الحياه بتحصل في الوفاء والله اغناكم عجبني صراحه الله يكرمك يلا نديكم نحن صوتنا الدرامي ايه اللي بيحصل زي ما قال ماجد في الوفيات نحن ما عندنا سكتش اذا كده بضطر يعني زي ما انتم بتقطعوا قطع خضر انا اقطع لكم دراما قطع خضر انا اقطع لكم يا دراما انتوا قاعدين تسوي ايش يعني يا جايين صفاقه ما انتوا خلاص بس انا ده ارتجال وقتي وقتي ده وقتي خشوا معانا الموضوع كده نحن بنقيس الابداع هنا يا جماعه بكاكم ده الليله ليه اسبوعين ده شنو ده الله يخليها بيني لا لا شنو خلاها بيني انت ما دار تاكل انت شربت خليها بيني خليها بيني شو ما خلاك العيش الحار ده والبتل ده والقرع ده الفلان لا ترفع انت الضيوف ماشيين فينا هذول ضيوف شنو الضيوف ده بيجوا في ناس كانوا عايشين في السعوديه انت اسكت تتلفت لي زي الحمام في الحمام في الصفيحه ضلعات اها الناس زي راسي مالين الديوان ومالين البيوت يعني مش وين الدنيا خريف يا اخوان هي الدنيا خريف الشارع مقفله يجيك أيه. وين كيف ورينا وضلع يجيك وين يا اخي احنا كلامنا ما بدينا نحن ولا بدينا ولا نهينا منا قمنا كدي يا اخوان بعديتوا الخساره اللي بتدفعوها لا اي حاجه بقت غاليه يا اخوان انت الميت ده الميت ده انا داير اعرف داير الدعوات وقرايه القران والدعوات يا سمحه ده كشف حال منه محمد عمر ناكتين شنو محمد عمر جاب ناكتين تاع الدكان اربع خرفان انا متبوعين البراميل مليانات انا متحضر يا انت ما تهبشني بيدك الكبيره دغلا كفتك بعد كبرك دغلا كفتك كف انت ما تبوعين يا شباب ايش محضر انا شفتهم بعيني خلاص عدوني وبعدين تدقدقوا في التلفونات جايبين لكم الناس من الولايات اخوانا انتوا عارفين في حاجه رخيصه اجاز بكم ولا الارمدي جرى بكم يا اخوانا شو بتعملوا جدودنا قاموا على الحي دي انا اقول شنو جدودك وين لسه قال حي ذولي ما ياكوا معنا ما قدرك التلفون ده ما تقول تكريم ان شاء الله من الخضره شنو شنو من قد يدك تقل لي شنو اي حاجه شوف ان شاء الله على شرموط اسمع كلامي اسمعوا كلامي اسمعوا كلامي انا ترضوا ولا يا اخوانا خلوا عندكم العقل خلي عندكم العقليه يا اخوانا ميزوا وضحكم يا اخوانا الزول ده ما مات وانتهى الله يرحمه داير الرحمه وداير الدعوات وداير نخليهم خلينا نطلع على الشاي يا اخوان والبيول فطور منو والغدا يا اخوان ايش ظروفكم بركه الله انت اخوان عاملين جلاليبكم وقاعدين على الفاتحه 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 تاكلوا وتشربوا الفاتحه الفاتحه شنو تهرك ما تكون لكم تغير يا اخي الناس جايين يا اخي الشاي لكن ما لنا شاي بس يعني اخوان الوضع يتغير الزمن ده ما زمن جدودكم السامحين ده ما زمن سامح يا جماعه عشان تقعدوا فوق البيت انتوا من زمان يقعدوا فوق شهرين وثلاثه الله يفضلك ما في كلام هذا اخوانا خسارات ثاني الزمن ده انتهى العزامه على مراسم الدفن ما في اخوانا القرع بكم التلج بكم الخدر بكم يا اخوان وده كله خلاصات وما بينفع الميت باي حاجه كلام بتعمله فوق ده بالمناسبه والله صراحه ما متلتلين الناس من الولايات يا اخي جايين بساط يا اخي يا اخي احنا لاعبين كوره ولا عندنا غميت يا اخي نرفع اسبوعين كثيره لا نرفع الفوائد هسه نرفعه ايوا عليكم بالدعوات في الصلاه وما تنسوا اعملوا له سبيل اعملوا له مزير اعملوا له حاجه تضل اعملوا له حاجه تنفعه لكن انت ليكوا بتاكلوا كروشكم دي بقت كبيره يا اخي على ذاك اللي زي زي لا يا ضل هذا بنشوف لا لا ما تشوفوا ارفع الفوائد هسه ونشوف من الشاور من الشاور في الموضوع الشاور والحين شنو خطيب اخوي ما ناس ما برضى مين ما برضه؟ ما برضه يا اخي ناس كونوا طيروا لاعب خلني اقول لك حاجه ما ترفعوا ما بقى ما تزعلوا مني خساره ما تزعلوا عاده دي عاده سيئه زور ما تزعلوا مني خساره انا والله معوض العوضه الخساره بيدفع منه الخساره بيدفعها انا والله يا اخي حيلك والله يا اخي حيل المشاهدين والله العظيم شغل عجيب احنا قبلنا على النظم اذا ما ناسوا انت جيت الشعر الناظر داخل الشعر يا ابداع داخل مدينه الابداع دور حق الابداع الله يكرمك يعطيك العافيه حبيبي حبيبي نمشي لصديق جابر يا صديق اسامه طبعا الانتماء للمجموعات الثقافيه بتضيف للشعر حاجات كثيره انت تنتمي لمجموعه رزاز الثقافيه تحيل مجموعة رزاز ثقافية بجامعة السودان الغربي كان انضمامي لها السنة دي
نسبة لظروف الجامعة. وتحية كمان لكل الأعضاء اللي فيها. حقيقة المجموعات الثقافية بتزيد للشاعر أو الفنان أو الممثل الكوميديان كافة، لأنها فيها جوانب كثيرة، فبتضيف للزول حاجات كثيرة، ممكن يلتقي من الناس، يعرف يعدل الغلط، صح، يوزن كلام في الورش، صح. يعني جيت في الورشة في ناس بيكونوا زعلانين، يعني واحد تلقاهم يعني جديد في الشعر أو جديد في الكوميديا. المجموعة الثقافية خرجت كل نوع الابداع، لكن مركزه على شعر اكثر، يعني 80% من الورش بيشتغلوا لك 10 شعر في المنتدى، تجي عليك اللطفه في جوبه كوميدي بالضبط. يعني 8 شعر، يعني العالم 80% من المجموعات مركزه شنو، مع انه عندنا كوميديا، عندنا تمثيل، عندنا مبدعين، عندنا عازفين اورجان، عازفين جيتار، عازفين عود، بتقوي يعني الحاجات دي، هي فنان شديد، خاصه النقد، خاصه النقد الفنان، بتسمع النقد الفنان. انت وشي ما تزعل في ورشه، جيت في ورشه عشان يوروك مثلا انت جيت شاعر جيت هش، انت لو ما دخلت عبر الورشه دي بجد نجيت ما تصل للاعلام، صح، انا حتكون في نظر المشاهد هش. والله دي والله ده موضوع مهم، ما جلس الناس بتستعجل، الناس بتستعجل يقول لك يا اخي انا ماشي يستضيفوني في النيل الازرق، ماشي يستضيفوني في كده، يا اخي الاستضافه دي ما صعب يستضيفوك، لكن انت شو اتعملت شو عشان يستضيفوك؟ ما انت لازم تقوى بالتجارب الزي دي بتاعت الجمعيات اللي بيمشوها الشباب، دي حاجه كويسه ومناسبه، يعني انت بتقوى، يعني كيف تقوى نفسك، كيف تقدم الجمهور وتضيف له حاجات، بتضيف له حاجات. انت وسام منتمي لمجموعه شروق؟ الله، انا ما منتمي لاي مجموعه، ما منتمي لاي مجموعه، لكن والله في شعراء وقفوا معي من وصلوا التحيه من هنا، اقول لهم رمضان كريم عليهم، الشاعر عمران اليوسفابي والدنقي، لهم التحيه من هنا والله. هي قاعد تشارك كثير، تحيه وتحيه كبيره، لك التحيه والله، لهم التحيه والله. نحن والله محتاجين لاغنيه السير يا جماعه، يا اخ ضروري، ها هذا الشعر ده ابو حجاج يدينا حاجه، لازم ابو حجاج جيناك تهرين نحن حبابك والله، حبابك مشاهدينك، حباب دوحة الإبداع. طيب نسمع يا العاقد عليك مصيري، آسف جد علي تقصيري، يا العاقد عليك مصيري، الأستاذ الشاعر أحمد الريح زحزحة زحزحة، يا سلام، يلا نزحزح كلنا، لك التحية والله من هنا، نزحزح كلنا، تحية وقول رمضان كريم وصفطر على خير إن شاء الله. نسمع نسمع كلها كون
جاهل جسيم حريري عاصف جد عليك يا العاقد عليك وصيري أنا طاير ليك على الخرطوم يا أنا طاير ليك على الخرطوم وكل ما ريك حداك يطيري عاصف جد عليك يا العاقد عليك وصيري يا العاقد عليك مصيري ابشر بالخير والله يا ابو حجاج ابشر والله ابداع في دوحه الابداع تخيل والله من ثاني من ثاني ويا صديق اجاب رابي زود والله ما شاء الله زود الغناي والله غناي غنى شديد دارت تواسيب غزل ولا نديك راحتك والله انا مميل على جانب الحكمه اكثر شيء لانه شايف انه ده الشعر اللي بيفيد المجتمع حاليا الناس محتاجه له اكثر شيء صح والله فبقول فاني الدنيا بنعيش فيها عدد أيام دحين طيع الكريم الفضله الإنعام بيقولوا كبارنا السواي دمو كلام وسمح الغافية أبشر ساعة تنكتف في إحكام أبشر والله قريبا يحسدك من نحسن يحزدك ندك ويوم الشورة ديس هزلك وظهر جدك صدرك دق في الفزعات وكرب يدك واقبل للنصح لو كان معاك أو ضدك لا يعميك تكبر خدت أسفل بوتك أعمل وينكرب بإضراعك أكسب غوتك يوم شورت الرجال أوعك ترخرخ صوتك كلام الحق ده أنطق كان بيجيب لك موتك العز خوة أشر والعز الله. نجدة الأخوان والعز ما هو مال أو كبرة الديوان العز جود والعز فزعة الضيفان والما عنده عز ما بيجيبه بالجزلان عمرها الفرسة ما كانت جخ أو عضلات فراسة الزول بتصهر ديمة في الحوبات ضيفك كرم حد ما شرط مشويات وجود يا هجود لو حتى بيبلحات حقيقة الحارة بتفرز الرجال لإكوام والراجل عقل ما سايك بر أحجام أنا في نظري الغنى عز مو هدام والسايق له درداق أحسن من له حرام والله أبشر أبشر أبشر, أبشر والله ونفسك يا رفيق غاومها بالتصبير قدر ما الدنيا تكسى على الضلال ما تسير الحاجة اللي بتتمنى لك وتصبح غير أصبر ليها يمكن الله كاتب خير بتأتي المنية للزول من بيجنود ومغفر يوم الهولي من فزع العقول تتشفر ربنا كان بلا كوعك تقوم تتنفر وما تسعى الحرام اسعى الصبر واستغفر والمال نعمة زايلة فبيه أوعى تباهي بروح في لحظة بتكون عنه غافل ساهي
كان الدنيا كاجراك والحظ السمح متناهي ما تيأس نهاي واصبر لفرج الله قدر في الدنيا ما يزيدا مسا مجروحك أطلب المولى وتوسل فاطفض نوحك بتموت اصله مهما تزيد وتبني صروحك وما بخربك صديق انت اللي بتخرب روحك وما تجادل سفيه شان ما تدلي مغامك وافرح وانبسط من الصديق كان لامك من الشهوات دي ابعد وقوي ليها لجامك وضيفك قابله بيضحكك قبل اكرامك اوعد باري للولد البخيل والخايب واوعد صاحب الخمل اللي بيسوي مصايب اوعك تامن الزيب كان ظهر لك نايب الخير خير والشر شر والعيب عايب الخير خير والشر شر والعيب عايب ابشر والله ابشر ابشر ما قالش على الحكمه ده يا امام محتاج الى شديد الفتره دي بالذات الفتره دي بالذات والله يا اخواننا يعني بس اشتغلوا بس حكمه والله حكم بس اي والله ربنا ان شاء الله يصح الحال والله ربنا يصح الحال ان شاء الله اي والله اسامه في لك فخور انا فخور حلاوه التحيه هنا لاهلي في المحميه حبابا لو التحيه والله حبابا هنا والله ليك ميكوكا ولان ميكوك مين قمنا قمنا تقال ابشر ابشر والله ابشر ميكوكا ولان ميكوك مين قمنا قمنا تقال بنخاول بيقول لك محرقين ورجال بخربيه وجدته نوسي عمده في السيال ومد بالحسر لو ما جدين البلال ابشر احنا كثير منو على البجيكه شويه سينت الاكل تمرق مستفه شيه ابشر باقي ولدنا لكل الفرايق ضيه وخالفين اللي يعدون الكيه فوق الكيه ابشر والله فاتح بابنا في الشتاء والخريف والصيف كرمنا كثير يشهد بالغريب والضيف ازعلوا مننا كان دايرين تعرفوا الكيف الزاد للبذورنا واللي يعدون السيف بيطرمنا السلاح كالطبله والدلوكه بنكرم ضيفنا وبنحلحل المجبوكة وقت الناس تكورك من عوج مدروكة بنجيك نحن يا صاحب المصايب روكة أبشر والله نحن صفاتنا للأجيال بتبقى دروس حديدا صلب ملعود اللي بياكلوا السوس العز نحن هنا ومن قديم موروثة نحن الخوسة والسيف اللي بجز الروس أبشر والله نضاف عزاز فوق أرض الشهامة نشينا لا بنجيب كلام لا قالوا مرة وشينا عندنا قاعده يا جبرابي بيها نحن مشينا اي صفات تلمنا في التكبر مشينا فوق عرش الرجال قعدنا ويتربعنا وشقينا صي ما في بشر بتبعنا بطبيعة الملوك يا الكحله يتطبعنا وما اكرمنا الا وفي الكرم شبعنا نحن اولاد بلد والكون جميع بيعرفنا ونحن اللي المساكين دي مداخي صرفنا الا هنا يوم يا النشم قمنا قرفنا ديدان غابه جوا العركه ما بتعرفنا ابشر والله أبشر بالخير والله أبشر بالعز والله أبشر والله ده العوض أبشر والله هذا جاب لها سيوف أبشر والله أنا كلمة مرة أقول شعر هسه والله إذا أنا العود كارم وبالشعر يا سيف تطلع من جفير أي والله الشيء ما ضايقنا في مجالنا أبشر والله شوف ده العوض ولا سي ضايق أبو حجاج في مجاله وضايقنا إحنا قبل شهر مني التقديم أبو حجاج ضايقنا هو قال بيمثل وبقليد وكذا والله ضايقنا هو ضايقنا أي والله طيب ادينا سكتش وخليه يخش معانا طيب جدا المره دي الراحه عندك انت تختاره انت المره اخترته لك انا السكتش هاي طيب ممكن نشتغل في المواصلات المواصلات ابو حجيت الحافله سحافله وانت بالضبط انت معي راكب بس راكب نحن كلنا ركاب نحن ركاب عشان شنو كلنا كنا نشتغل نعلق مع بعض نحن ركاب وابو حجاج ده سايق الحافله سوق زي الناس تنعسان كيف مالك انت هذا الزود والله عزمنا عذاب انت ما لك عزمنا قد يا اخي في سايق حافله عذاب يا اخوان انتوا قاعدين تمشوا انتوا قاعدين تمشوا اخوان والله نازل بيمشوا انا ما عارفهم ذاته يا اخي يا اخوان انتوا مرات قاعدين كتار في الموقف ده دايرين ركاب ومرات ما في تغطسوا هسه انتوا لا في شنو لكم يومين يا اخي ما في يا اخي نكوس لكم كواس عشان نركب يا اخي في شماعه نحن في شنو قاعدين تمشوا انتوا حبيبنا نازل بركبوا شفت الزرب وشك اسمع كلامي انا ما عاد دور كلكم اسمع كلامي يا شيخنا نازل بركبوا تركب مره كبيره تقول لك يا ولدي ويا ما عارف شنو وتديك نص الغيمه يا اخي تدخل فيكم مروه يا اخي مروه بتاع شنو يا زول عندكم مروه فين غالي والدنيا كلها مولع يا زول بصرف على اولادي اشتغل ركب دي وركب دي مش وين بعدين اسمع تعال يا حبيبنا هاي. الحافله دي عندها سي زاد وانا عندي نسبه باخذها انت كنت ما حقك انا اقول ليش كنت ما حقك انا ما شكرا دي مع بلال الطلاب يعني قاعد فيها قاعد فيها شكرا دي زمان الله يرحمه كان الدنيا بخير يعني ما في شكرا انت ما تتكلموا وقاعدين كده والله انت شفت السوقات كون دايما البقاله صعبين عليه تعال هنا انت عارف اللي زير بيخم شنو يا اخي انا مالي مال الازمر اعرف يا كم يا اخي يقول لك من وين يعني انت عندكم مساحه ايش حد يعني عندكم تعامل كده ما فيكم مروه يا اخي يا اخي كعبين والله انتم ما سوداني يا استاذ والله انتم يا زول هاي يديك الغلاد ديل ما تهرجني زول وش الناشف ده عليك الله يا اخي هذا بديموني عليه الطلاق سبع شنو مروه يا اخي يا اخوان البنزين غالي يا جماعه البنزين غالي الازميرات غاليه
ونحن ذاته بناخذ تلت يا اخي نحن الجهه المزوله والركوب ده ساعه حارس التنقز تقول بجاي بجاي على شان دخش عليك برضه نحن والله كاسبات بتعرفش جاك بطا حساني خرجي بجاي صح يا اخي ده كله علينا احنا ماسكين طاردنا على الشهامه حركه سودانيين متعودين على الشهامه والكرم والجود يا اخي ما فيه شهامه يا اخي ما فيه النخوه ليه طلاق ما جاء تشيلون يا اخي ده العداد والله تشيلون يا اخي من صلاه النبي الشغل فيه ودغي يا اخي من اكثر ناس معزمين الشعب والله يا هندل ودل الواحد يصحى الساعه 10 شفته على البسكوت ده شفته على البسكوت ده شفته على البسكوت ده هون سبب الاسى ذاته يا اخي المره اللي فاتت اتكلمت لي مع سواق زي ده كده والله مسكني كفتني اقسم بالله بعني فيه هسه انا بكفي ولا يا زعيم يا ضلع شنو انا حرم على شويه يا اخوان نعم عسى انا بكفيتك انا بخاف منك اعمل حسابك يا ضلع انا حرمي موت عليك الزر بعيونه زي البصره الحفله وقفت عليه وهو الحافل وقفت عليه اخوان ننزل منك ننزل منه ننزل منه انزل انزل بخيت ابو سعيد عليك حقك انت حقك انا حقك مرة اركب انت تخيل مع مرة اركب معنا ست تكاسي دين الودره دين حق مرة وقعلي في ورثه ما حقك ننزل منه ننزل منه الحفرات راقد هذول ناس الاخير انت ابن عيشك ما نحن انت ابن عيشك وين انت ما جينا نحن انتوا ما تتكلموا ولا تقفوا من عندي شوف عيكم انتوا بقولوا كمل القروج اللي لقيناها في الوقت انا عامل شو ما تتكلموا يا اخي عم نسال رقم في الرقم الصح والله يا زغوني يا زغوني لك تحية والله يا ولد العوض ضغط على خدر والله يقول لك عاش هاتفك مجروحه والله تذوب فرحه والله انا ذول بتكيف ليك كيف شيء ويا اخوان والله سبحان الله يعني ما محمد ابو حجاج طلع زول درامي جميل يا اخي زول عنده في الدراما ما شاء الله والله زول ما شاء الله كونه ترتجل في الدراما انت زول دراما والله خطير معنا بعدين لا تجي في البرنامج احضر تاكل من تاكل معنا في الدراما ضايقنا اخوي نزل لك في الغناء ضايق ولد العوض ما بيضايق والله لك تحية والله يا ولد العوض والله يا جماعه انا يعني سعيد بكم سعاده شديده المخرج قال انه الزمن انتهى والله يعني والله المخرج محرج فعلا قال لك الزمن انتهى قال الزمن انتهى والله تحيه للمخرج وتحيه للتيم العامل وتحيه لكل مشاهدي دوحه الابداع ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه وانتم اهل دوحه الابداع واعضاء حبيبي والله لك التحيه صديق وصلت تحياك للاهل والاسره الكريمه وخلي ابو حجاج ده يطربنا بـ 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 من الاغاني المرهفه الجديده يا سلام تحية لك والله مجددا وتحية لكافة الكاس انا اقول حينا حينا انا برضو حينا حينا وضل عوض وزيد الكريم تحية كمان للكوميديان الجميل وضل عوض والتحية للفنان المبدع عبد الحجاج والتحية كمان لدفعتي ورفيقي اسامة تحية لكل الاهل في الجابراب الوالد والوالدة وكل الاخوان والتحية لكافة الاهل في السودان كل من يعرف صديق عبد الرحيم الجابرابي وفي النهاية بقول اخوك في غلط وسامحه وبالزعل ما تبيت قماش الخوة كل ما ينشرط ليه وخيط سامحوا الليلة فالشيطان حسود اختيت تقول بتسامحوا بكرة وبكرة تصبح ميت تقول بتسامحوا بكرة بكرة تصبح ميت يا سلام عليك والله يا أخي تحية لك والله يا جبراب يا أخي سعدت بك جدا والله يا أخي وسام عثمان البلال تحية لك أخوي مايد أحمد قاسم والتحية للممثل الجميل عبد العوض والفنان محمد وأخوي ورفيقي صديق عبد الرحيم الجبراب والتحية من هنا لأهلي في المحمية للوالدة والوالد كل الأهل والتحية وأهدي المربوعات دي للأخ محمد عبد القادر صادق النشمي ما تهتم للأجناس وابقى يختار رفيق اللي يعدوق الناس ما تسك في رفاقتك وابعد الخناس ووعاك تبقى نمام بالعروض والناس أبشر لك التحية والله وضل عوض والله يحيي كل من يعرف وضل عوض داخل وخارج السودان الكبير وكل ناسي في صفحاتي على التيك توك والإنستغرام وكل مواقع التواصل وتحية لأسرتي أمي وأبي وأبوي أخي وأخواني والله والأسرة في مضومبان ووادي سوبة والدفعة والأخوان والحبايب والأصدقاء والمتابعين وكل من يعرف وضع بدون فرز الأخوان اليوم التحية بقولوا رمضان كريم عليكم وصوموا وتفطروا على خير لك التحية والله يا أخي وكمان يا أخي حيك انت واسرتك الكريم الله يديك العافيه وبرنامجك السمح الله يديك العافيه وكل الجماعه اللي خلف الكواليس المبدعين الفنيين والله المبدعين كلهم والله صوره سمحه بيطلعوا صوره جميله والله اي أيوة والله خلف الكواليس المخرج اي أيوة والله تحيه جميعا والله المصورين كلهم والله لهم التحيه والعازف وكل الاخوان لهم التحيه بقول لهم رمضان كريم عليكم وصوموا تفطروا على خير الله يديك العافيه لا ننسى نحيي في 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 عمنا عثمان العبيد وابنه السر عثمان العبيد ورايد عثمان العبيد بالعلياب والتحيه لعمنا الماحي بقريه ام علقه اي أيوة والله وبرضه يا اخي مجموعه فضيل المجموعه اللي انا انتميت لها وقبلها مجموعه دعاش كمان المجموعه الفنيه وكل الدراميين وكل المبدعين لهم التحيه له التحيه والاخوان التحيه لك يا عبد العوض يا اخي ديك صحه والعافيه والله ابو حجاج تحيه للاسره الكريمه وتحيه للاهل بشرق الجزيره محليه ام الغرى الغريه 36 بقول لهم رمضان كريم عليكم والتحيه لكل اهل يعني في الضلبي دم 3 26
يعني كل أهلي. لك التحية والله يا أخي. مشاهد الكريم، انتهت حلقتنا اليوم، إلى أن نلتقي في حلقة غادمة من دوحتكم الوريفة. كونوا في الموعد مع أبو حجاج، يختم لنا بأغنية جميلة. إلى أن نكون في الموعد، إلى اللقاء. اختم لنا بشنو يا أبو حجاج؟ طيب نشتغل شنو؟ اختار لينا صيدلية. بنكك. دينا أغنية بنكك. بنكك دي المسلسل الفات، والجمهور مطالب بها، جمهور مطالب بها، انه لانه اغنيه والله جميله شديد يا اخي. طيب نشتغل بنكك. نشتغل بنكك.
اقول يا غالي اجيب اسمك، اقول يا غالي اجيب اسمك، بخاف في ردة الاضعاف، بحقر في الفؤاد رسمي يفوت من داخلي لالو وبينك. شهد الربابة لوحة الإبداع منانا في شهر